هزوا جا قرار قال لك انهم يهزوا جميع اللي في الانعاش الكوفيد في الصوفي يهزوهم يجيبوهم لهذا المستشفى محمد بوافي. هزوهم اختي بلا فرمليه بلا طبيب بلا اكسجين بلا والو. هزوهم اختي وجاو رماهم هنايا في الانعاش. وخويا عنده تليفون صغير كيعيط ليا عيط لي اختي مع 12 الليل اختي عتقيني اختي عتقيني جيت هنايا كيقول لي اختي داك الجهاز ديال الاكسجين قدام وجهو. جيت هنايا اختي قال لي اخوك مزيان طلع لي 92 مزيان خوك. رجعت اختي عاوتاني عيطوا لي هو دخلوا طفاو لي التليفون ديك الساعه عاوتاني مسكين شعل التليفون مع 4 الصباح شعلو وعيط لي اختي عتقيني اختي عتقيني ما قدرتش كنعيط لماما كنعيط ما عرفتش اش ندير. جيت اختي مع 5 الصباح جيت جيت منين جيت اختي المهم هو بقى كيقول اختي عتقيني المره الاولى اتصل وقطعت المره الثانيه المره الثالثه كيخرخر كنقول لي خويا قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانا متاكده في ديك اللحظه خويا طلعت الروح. منين جيت هنايا دخلت قال لي خوك بخير ما فيه حتى حاجه كنعاود نعيط ليه في التليفون كيجاوبني واحد كنقول ليه خويا كيقول لي مزيان خوك خويا ميت تخيلي خويا ميت في ديك الساعه في ديك اللحظه فاش كيخرخر مات. قال لي يلا سيتغافيون طالع عليه 92 خوك مزيان بخير ما خاصو حتى حاجه وقال لماما سير صايبي لي الفطور واجي ما يمكنش كيفاش هاد القرارات كتنزل فجاه والناس في الانعاش ميته اكسجين وجبناه مزيان بالاكسجين وبالاسعاف وخرجنا مولاي يوسف بخير بخير كنقول لك عمره 29 عام خرج بخير جبناه في الاسعاف والاكسجين وصل 92 قرارات مفاجئه مفاجئه كل واحد كيقول لك حاجه قال لك ما بقاش عندهم الاكسجين واش السبيطار عباد الله السبيطار ما بقاش عندهم الاكسجين يبداو يخرجوا في عباد الله من الانعاش ويبداو يرميوهم هكاك للزنقه ما يمكنش كون شديناه في الدار حسن لينا هو مات كون عتقناه غير بالماء كيقول لي اختي عتقيني كيهضر فايق عارف ليام واخا في الانعاش واخا في الانعاش واخا في حاله خطيره كيهضر كيقول لي اختي عتقيني كنقول ليه اليوم اش كنت معاه في مولاي يوسف كنقول ليه خويا اليوم اش كيقول لي اليوم السبت اليوم الحد حافظ ليام حافظ كل شيء عارف كل شيء هذا الشخص اللي طلع انا اخويا مات ومشى شهيد ان شاء الله باذن الله واللي عطى الله عطاه انا كنهضر على الناس الاخرين اللي باقيين الناس برك واحد واحد كيموت انا كنهضر على الناس كامله حنا صابرين والحمد لله الحمد لله بغى الله خدها الله الحمد لله ولكن انا كنهضر بغى صوتي يوصل للمسؤولين الوزير الصحه بغى صوتي يوصل لوزير الصحه انا يجي يشوف ويدخل بغى الناس مكرفصه بزاف كل شيء تخيلي انت واصله فيك العظم وخوك يموت كل شيء باغي الفلوس كل شيء باغي الرشوه كل شيء باغي كل شيء كل شيء تخيلي حتى مفام دوميناج كل شيء كلهم ناس بزاف ماتت كاع الناس اللي تهزوا الحاله الخطيره بزاف كل شيء مات الناس ما قادرينش يهضروا ولكن انا هضرت لحقاش صافي ما بقاش عندي دابا غنخرجوها انا هضرت حيت خويا مات انا كنت ساكته وكيجي الصغير والكبير كيمسح فيا رجلي وكنقول ماشي مشكله لا قبل خويا باش يولي خويا بخير ولكن دابا دابا ما بقاش عندي علاش نسكت صافي خويا مات الله يرحمه الله يرحمه ولكن ما بغيناش الناس كتموت واش اختي 29 عام في مقتبل الشباب ديالو باقي صغير ولد باقي صغير ما كيكمي ما كيشرب ما كيدير حتى حاجه ويمشي من بيني الحمد لله الله بغى الحمد لله حنا اللهم لا اعتراض كان اختي على برا يلا ادخل عفر مدعاه الحمد لله اللهم لا اعتراض ولكن اختي حنا باغين كاع الناس باغين كاع الناس يتعتقوا بغيت وزير الصحه بغيت المسؤولين بغيت الكبار بغيت اللي يطلع القرار باش يهزوا الناس من الصوفي انا ما لقيتش مع من نهضر تما كاين في السبيطار ما لقيتش مع من نهضر بغيت اللي يطلع القرار يهز الناس من الصوفي يهزهم بحال هما في الانعاش ويجيبوا محمد بوافي ويبداو يموتوا واحد واحد هذا هو اللي بغيتو يخرج ويهضر ويقول علاش دار هذا القرار ما منحقوش يدير هذا القرار نهائيا ما منحقوش الناس في الانعاش والناس كتموت اختي حسبي الله ونعم الوكيل